الأستاذ الأخنس عبد الرحمن، الحديث معك ذو شجون. حابين نعرف أول ما كتبت من الشعر. باكورة الإنتاج الشعري لا أستطيع تحديد بالضبط قصيدة بعينها، ولكن هناك خربشات كما يقال كانت مقتضبة وكانت نظما وكانت، ولكن فيها من التعبير يومها عما كان يجيش به الخاطر ويتجاوب مع وثبة الشباب الأولى. لعلي أذكر بعضها، منها: كيف أنسى من أيقظتني غداة، كيف أسلوها بعد ذاك اللقاء، أتراني من نائها في جحيم، لا وربي ما في الهوى من شقائي، لذة الوجد في التناء نراها، متعة الشوق في لذيذ العناء. وهناك كثيرات من القصائد اللواتي امتزجت بالمرحلة الأولى من الشباب تجاوبا مع أحداث شتى وفي أغراض متنوعة، تفاعل مع الطبيعة أيضا. أذكر في رحلة في الصحراء: سر الطبيعة في فل الصحراء، وبديع خلق الله في البيداء، يا صدحة للطير هزت مسمعي، أنت النشيد العذب في الأرشاء. أذكر أيضا رحلة أيام كنا طلبة إلى الغرب الجزائري، كلها كانت تقليدية وتستمد استهلالها من موريثنا الذي يتصدره الغزل: هتوف إذا ما الغيد كنا غواديا. أيضا هناك مراثي لبعض الأحباب الذين صحبناهم، كما قال الشاعر العربي: ولا ينبيك عن خلق الليالي كمن فقد الأحبة والصحاب. أقول عن أحد الأصدقاء: كيف السلو وكيف بعدك يا أخي، ألقى الهناء فيا جوارح ازهدي. أيضا هناك قصائد للوطن كانت توقيعات مع المناسبات التي كانت تدور خلال الحول. قد يخطئ التاريخ نقل رواية، لكنها هيهات تنسى. أسطر في حضن يوليو للجزائر وقفة، من كل حول بردها يتغير، تعلو الجبال بهامة النصر الذي بث الأريج وقاحه والعنبر. بدماء أسد أرخصوا أرواحهم، فتدفقت لينار منها المعبر، ليل تغشاهم فكانوا فجره، وبدت جزائرنا عروسا تبهر. وكثيرات لعلي أذهل عن ذكرها تلك القصائد. أيضا هناك تجاوب مع كل الأحداث التي مررنا بها ومر بها عالمنا العربي والإسلامي، لأننا كنا ولا زلنا نحس ذلك الانتماء وذلك الارتباط. أذكر في ثمانينيات القرن الماضي جرح لبنان وجرح فلسطين، كلها كانت لنا معها نفثات دلت على يومها على التفاعل الحي
بيننا وبينها.